أما هلأ رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ومن المعروف أنه الهرمونات بتأثر جداً بالحالة النفسية والجسدية للمرأة على اختلاف عمرها، وهذا الشيء ممكن يؤدي لكثير من الاضطرابات المعروفة نسائياً، وأيضاً إذا ما تم تشخيصها بشكل صحيح هذا الشيء ممكن يعمل مشاكل كثير. صحيح سلمى، هي الهرمونات الأنثوية ممكن تتغير مع الوقت، أي زيادة أو نقصان فيها ممكن يسبب حالة نفسية عند المرأة وخصوصاً بمرحلة البلوغ أو عند الرضاعة والحمل أو انقطاع الطمس عند السيدات، لهيك ممكن تظهر الأعراض من الاكتئاب، من الشعور بالخمول والكسل، تقلب الحالة المزاجية. كثير من الأمور رح نتعرف عليها اليوم عن أهمية الهرمونات الأنثوية مع الدكتورة النسائية سوسن محفوظ. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتورة. يعني بداية هي المشكلة الكثير كبيرة اللي بتعاني منها يمكن أغلب النساء والسيدات، بياخذوها بمزح بيقولوا لك إنه مشكلة هرمونات، خربطة هرمونات، هذا المزاج السيء أو العصبية أو الاكتئاب أو غيره. خلينا بالبداية نعرف الناس أصلاً شو وظيفة الهرمونات بما يخص الصبية أو السيدة، بعدها ممكن نفسر شو بيصير وقت بتزيد أو بتقل. تمام، هلا أهم شيء نحن نعرف شو هن الهرمونات اللي موجودة أساساً عند المرأة اللي هي بتأثر على حياتها. نحن عندنا ثلاث هرمونات أساسية، والأساس الأساس هو الأستروجين والبروجستيرون. التستوستيرون بيكون بنسبة قليلة كثير موجودة، ممكن تنفرز من لحمة المبيض. الهرمونين الأساسيين اللي بيأثروا على حياة المرأة هي الأستروجين والبروجستيرون. الأستروجين بينفرز بمرحلة ما قبل الإباضة، له علاقة كثير مهمة إنه بداية البلوغ بظهور الصفات الجنسية الثانوية عند البنات بتطور البلوغ. بعدين بيجي هرمون البروجستيرون اللي له علاقة كمان بالإباضة والتنظيم بعدين للحمل والإرضاع. هدول الهرمونين الأساسيين اللي بيأثروا على المرأة. التستوستيرون مثل ما حكينا بينفرز بنسبة خفيفة كتير، بيجي أكثر شيء زيادة في حالة نحن بنسميها مبيض متعدد الكيسات، إنه بيؤدي لظهور بعض الصفات الذكرية مثل تساقط الشعر بمنطقة مقدمة الرأس أو ظهور الشعرانية أو حتى اضطراب بالطمس. بس الهرمونين الأساسيين اللي بيأثروا على المرأة هي الأستروجين والبروجستيرون. طيب خلينا نوضح أكثر، يعني شو الأعراض أو الدلائل اللي ممكن تظهر عند السيدة لحتى تعرف إنه عندها اضطراب بالهرمونات الأنثوية؟ هلا يعني خلينا نقول إنه أول شيء شو هي تأثير كل هرمون. هلا الأستروجين بيلعب دور كثير مثل ما حكينا بظهور الصفات الجنسية الثانوية، بقوي العظام عند المرأة، لهيك كل امرأة فوق ال 35 سنة نحن بنقلها إنه بتبلش حتى الكتلة العظمية عندها، بناء الكتلة العظمية تناقص، فلازم تدعم حالها منيح بالكلس بفترة قبل ال 35 سنة مشان يكون عندها كتلة عظمية منيحة، لأنه هذا الأستروجين بس بلش يتناقص من الجسم بده يصير في عندي هشاشة بالعظام. له علاقة بتقلبات المزاج، له علاقة بحماية الشرايين والقلب، لهيك نحن بنقول للمرأة ما بتنصاب بجلطات قبل سن اليأس، إنه سن انقطاع طمس، لأنه عندنا هرمون الأستروجين بيحميها من هذا الموضوع. فالبروجسترون بيجي دعمه الأساسي هو بفترة الحمل والإرضاع. نقص هرمون، يعني هدول الهرمونات خلينا نقول يعني ما في نقص بفترة السن النشاط التناسلي، يعني ممكن يصير في عندي اضطرابات، يعني الحالة الأساسية اللي بتترافق مع اضطرابات بإفراز هذه الهرمونات هي المبيض المتعدد الكيسات، هذه الحالة السليمة. نحن ما عم نحكي عن أورام ممكن تكون مترافقة مع إفراز هذه الهرمونات. هلا أهم شيء نحن يعني اللي بتعاني منه المرأة من تقلبات الهرمونات هي تقلبات المزاج، نحن بنسميه تناظر ما قبل الطمس. بصير في عندي اعراض كثير سيئه من احتقان شديد، من تقلبات في المزاج، من اكتئاب، ممكن تكون قاعده فجاه هيك تصير تبكي لحالها، يعني حتى هي ما بتفهم هذا الشعور اللي بتكون داخل فيه وهي ما قدرانة تسيطر عليه. فهيدي التغيرات الهرمونيه يعني كل دوره بدها تعاني منها، يعني انه قبل الطمس باسبوع 10 ايام نتيجه انه والله بتنخفض هرمونات وبتزيد هرمونات لحتى تبلش عندي دوره اباضيه جديده، فهذا الشيء بيؤدي لتقلبات المزاج اللي هي اكثر شيء بتعاني منه، من الاحتقان مثل ما حكينا. هدول يعني اصعب شيء بيترافقوا اضطرابات الهرمونات اثناء الطمس. طيب دكتوره، يعني عاده في كثير سيدات صارت تلجا للاسف لادويه، تاخذ ادويه لوحدها من دون استشاره طبيب، فصار يصير عندنا مشاكل يمكن اكثر فيما بعد وخصوصا بما يخص الانجاب، ولكن بيسالوا انه هل في دواء لتعديل الهرمونات، وخصوصا انه هذا الموضوع شهري عند كل سيده او صبيه. تمام، سؤال كثير مهم. طبعا اكيد يفضل انه عدم اللجوء للادويه بدون استشاره طبيه. هلا نحن اكيد شده التناظر ما قبل الطمس بيختلف بين امراه او امراه، حسب تماما حسب الوراثه، حسب الحاله النفسيه اللي عايشتها، حسب ممارستها للرياضه، حسب نظامها الغذائي، هذا كله بياثر على انه مدى تاثير هالهرمونات على حالتها.
فبكل الاحوال انه دائما يفضل يكون في استشاره. ممكن نحن نلجا احيانا لمضادات اكتئاب خفيفه سولبريد، خصوصا انه ممكن نعطيه قبل اسبوع 10 ايام، لانه ممكن احيانا تكون الحاله النفسيه واضطراب المزاج كارثي ويؤدي لمشاكل حتى عائليه. فهذا الحكي ما في إشكالية، بس بيكون باستشارة طبية. يفضل ممارسة الرياضة لأنه هيدي كتير بتحسن من هيدي التغيرات اللي بتصير مع الهيدا، النظام الغذائي البعيد عن الشغلات النشوية والكربوهيدرات، لأنه كمان هيدا بتحسن من تأثير، يعني هي نحن ما حنقول اضطرابات هرمونية لأنه هيدي تغيرات هرمونية شهرية بدها ترافق المرأة طول سن حياتها. طبعا بعد الأربعين بيصير في عندي وقت اضطراب فعلا هرموني نتيجه نقص بالاستروجين، نتيجه اضطراب ونقص مخزون الاباضه. فتماما، فاحيانا بنضطر نلجا لمعالجات معيده انه نحن نعطي الهرمون، طبعا مع الحفاظ انه ما ناثر عليها كمخاطر، لانه طبعا كمان بيزيد من مخاطر سرطان باطن الرحم، سرطان ثدي، فبده يكون الموضوع مدروس. بس غالبا بنلجا لمضادات اكتئاب خفيفه مساعده الازواج. طيب خلينا نميز يعني بين التغيرات الهرمونية الطبيعية وبين اضطراب الهرمون بشكل عام. هلا مثل ما حكينا انه هيدي نحن ما بنعتبرها اضطرابات هرمونيه، لانه هيدي تغيرات دوريه، يعني كل شهر بدها تصير، يعني هي طبيعيه، هيدي طبيعيه. تمام. يعني توصل لحاله انه يصير في خلل اكثر بالفتره بعد الأربعين نتيجه انه والله ضعف مخزون الاباضه، في بصير في عندي اضطراب ونقص بهرمون الاستروجين اللي هو بيؤدي لاغلب الاعراض اللي بتصير عند المراه بهذا العمر. بصير تغيرات مزاجيه كثير كبيره، بصير تغيرات مثل ما حكينا هشاشه عظام، ممكن تصير عندي مشاكل قلبيه، هدول هن الاساسيه اللي بتصير بهذا العمر. ببدايه البلوغ ما كثير بيكون عندي كمان هيدا، يعني اذا بتكون ما انتظمت كمان عندي بسن ال 14 وال 15 ما بيكون بلش عندي هذا التناظم الدوري للهرمونات، فكمان ممكن تظهر الاعراض شوي بهيدي الفتره. طيب دكتوره، بنعرف كثير انه الصبايا بيعانوا من فتره البلوغ ولا فتره خليني اقول شوي متقدمه من الحب، حب الشباب، وفي بعضهم بيقولوا لك هذا الحب بيرافق المرحله التمصيه، ففي كثير صبايا بيتضايقوا من هذا الشيء، بيلجأوا لاخذ ادويه، احيانا بيكون لسه إلى اثار جانبيه اكثر وبتاثر على الحياه للسيده او الصبيه، فينا نحكي عن هذا الموضوع؟ تمام، هذا الشيء كثير مهم، يعني نحن لما بتجيني انا البنوته بعمر مثل ما حكينا بين ال 15 وال 20 واني انا عم تعاني من عد انه من حب شباب، فنحن مو كل حاله عد هي مترافقه مع اضطراب هرموني مبيضي. الحاله الوحيده اللي ممكن تاثر على هذا الموضوع هو المبيض متعدد الكيسات، وهذا للاسف بنشوفه كثير بعياداتنا. التشخيص لا يتم قبل عمر العشرين، يعني انا اذا على الايكو شفت انه في منظر يوحي بمبيض متعدد الكيسات، هيدي الكيسات الصغيره، هذا لا يشخص بعمر تحت العشرين انه عندها مبيض متعدد الكيسات. شو ممكن يكون أبداً. طيب هي مخزون الاباضه، يعني هيدي هي الجريبات اللي رح تتطور وتعمل اباضه بالمستقبل بعمر بسن النشاط التناسلي بين العشرين والأربعين، فهو بيعطي احيانا منظر بس هو لا يشخص على انه مبيض متعدد الكيسات. نحن اذا بدنا نشخص اعتبارا من عمر العشرين وما فوق، فاول كلمه نحن بنقولها للبنوته انه يعني هذا الموضوع الحب انه عم يظهر عند الشباب والبنات، يعني هو ما هو مرتبط بهرمونات المبيض، وانما هو مرتبط بالبلوغ، التغيرات الهرمونيه اللي عم تترافق. المبيض المتعدد الكيسات لحتى يسبب لي هذا الحكي بيكون بعد العشرين بتبلش فعلا تظهر انه او ما تروح العد اللي هيدا عم بتعالج او حتى شعرانيه وعم تعالجها، واخذت عده كورسات علاجيه عن طبيب جلديه وما عم تستفيد ابدا على الكورسات العلاجيه، وقتها بنتوجه وبنشوف الحاله الوحيده اللي بتؤدي لاضطراب هرموني اللي بتترافق مع هذا الموضوع هو المبيض المتعدد الكيسات. تمام دكتوره، اليوم بنشوف يعني اغلب الشباب والصبايا اليوم بتحسي بالجيم بياخذوا هرمونات معينه، قديش ممكن تاثر على حياتهم؟ هلا اكيد اي هرمون خارجي بده يؤدي لاضطراب هرمونات داخليه. هلا حسب بقى الهرمونات اللي بياخذوها، يعني اكثر شيء بنشوفه عند الذكور مشان العضلات والهيدا، اكيد بدها تاثر على انتاج الخصيتين من النطاف، اكيد بدها تاثر على الشكل الخارجي، فممكن تاثر على يكون لها تاثيرات كبديه لانه هي استقلاباتها كبديه، فهذا بده يكون كمان ضمن كورس معين ودراسات. اكيد بننصحهم لا، يعني لانه ممكن احيانا تكون هيدي التبدلات خصوصا بالانجاب، يعني بيكون الشاب طالع هسه اول حياته بده يعمل جسم وعضلات فما بيكون مدرك انه هو ممكن يخسر وظيفه الانجاب لبعدين، يعني فاكيد يفضل بدون استشاره ما تصير وضمن جرعات معينه صحيح مدروسة. دكتورة للأسف نحن بنشوف أنه دائما بما يخص الإنجاب أو شيء دائما لازم السيدة هي اللي تفحص، السيدة هي اللي تراقب هرموناتها، السيدة هي اللي تشوف
علما انه في ايضا ممارسات خاطئه ممكن يعملها الرجل تاثر على قدرته بالانجاب من نقل هرمونات وغيرها من الامور، وحتى انه هن ما بيروحوا بيعملوا كشف دوري لاي شيء بخصهم. خلينا نحكي ولو شويه نصائح ايضا بهذا الموضوع. تماما، للاسف يعني مثلا التدخين، شرب الكحول، تناول الكربوهيدرات كثير، كمان هذا ممكن ياثر على الانجاب، الوقوف الطويل، التعرض للحراره الشديده، معلمين الشاورما بالافران والكذا، هذا كله ممكن ياثر على الصحه الانجابيه عند الرجل، خصوصا مثل ما حكينا كمان تناول الهرمونات وخصوصا بشكل غير مدروس. للاسف بمجتمعنا يعني كثير بنعاني يعني، حتى ما بيقبل انه لا انا بنجب حتى ما بيقبل يعمل لنا تحليل، يعني كثير بنتعذب بهذا الموضوع بالعياده. ف الحمل اكيد له طرفين، الزوج والزوجه، يعني انه هو كمان ممكن يتاثر، او مثلا ممكن يكون عنده اطفال وانه هو بهالفتره كله كان عم يخضع لعادات سيئه من الغذاء ومن التدخين، خصوصا التدخين والارجيله هلا كثير شديده وهي كثير بتاثر على الصحه الانجابيه، انه لا انا عندي اطفال يعني عمر ابنه 10 سنين بس انا انجبت فانا ما عندي اشكاليه بالانجاب. صحيح. فنحن دائما بنوجههم انه مثل ما المرأة ممكن يصير عندها إشكالات واضطرابات هرمونية، أكيد الذكر عنده اضطرابات هرمونية، يعني الهرمونات اللي بتنفرز من الغدة النخامية اللي بتأثر على إنتاج البيوض عند المرأة بتأثر على إنتاج النطاف عند الأنثى عند الذكر، وهذا الشيء كمان ممكن يؤدي لنقص بالصحة الإنجابية، يعني في اضطرابات هرمونية معينة، في أورام معينة ممكن تنفرز من الغدة النخامية وتؤدي لنقص بإنتاج النطاف، أكيد في، فأكيد لازم كمان نحن نعمل فحص دوري، أكيد لازم نمارس الرياضة، أكيد لازم نتجنب العادات الغذائية السيئة، أكيد لازم نتجنب الوقفة الطويلة، الحرارة العالية، نعمل فحص دوري، رجل مثل المرأة. وكمان لازم إنه يعني هي في شغلة إنه يعني بتختلف المرأة عن الرجل، إنه الاضطرابات يعني مو الاضطرابات خلينا نقول هلا التغيرات الهرمونية الطبيعية اللي عم تؤدي لتغيرات مزاجية هي ما أنا موجودة عند الرجل، هو عنده مستوى معين من الهرمونات ثابت، فإنه هن كمان بدهم يستوعبوا هذا الموضوع عند المرأة، يعني إنه هيدي التغيرات المزاجية غير مسيطر عليها، يعني هي أكيد ما بتقدر ولا بتكون حاسة، حتى يعني وقت اللي بتقعد يعني بتخلص الدورة التنسية وبنبلش ببداية دورة تنسية جديدة وبتبلش غياب تأثير نقص الاستروجين على المزاج، حتى هي بتقعد انه انا ليش عملت هيك، انا ليش حكيت هيك، فبده يكون في شويه استيعاب من الطرفين. اكيد. يعني اليوم دكتوره السيده اللي بتتقدم بالعمر وبتنقطع الدوره الشهريه عندها، ذكرتي حضرتك انه ممكن ينقص نسبه الاستروجين عندها، ممكن يصير في هبات سخنه، كيف ممكن تعود اليوم سواء باغذيه او ادويه؟ تماما، هلا كثير بتعاني السيدات من الهبات السخنه اكثر شيء من نقص الاستروجين، القلق، الاكتئاب، قله النوم، الفئه بالليل. هلا نحن حسب درجه الهبات السخنه ممكن احيانا نعطي تاثير منوم خفيف، انه والله مثلا انه لانه اكثر شيء الهبات بتيجي بالليل، فالقلق بالليل كمان بخليها تزيد الحاله النفسيه السيئه خلال النهار، ممكن نعطيها منوم خفيف بحيث ما تفيق على هيدي الهبات، ننصحها بدشات مي بارده، انه هلا بالشتويه بتكون اخف باعتبار الطقس بس بالصيف بتعاني من الهبات كثير. اخر مرحله ممكن نلجا لتعويض الاستروجين. هلا في خلاصه زهره الربيع كثير بتعطي نتائج ايجابيه، يعني انه بالهيدا تماما، فبس الحل الاخير هو انه اذا كثير كانت سيئه وما عم تحسن المريضه تنام ابدا يعني من الهبات السخنه فانا بدي اعوض استروجين. بس ممكن بعض الادويه تؤدي لجلطات هيك ممكن نسمع؟ هلا بدنا ناخذ بعين الاعتبار كل هيدي الامور، اذا هي مريضه قلبيه، اذا هي مريضه ارتفاع ضغط، هلا نحن بنكون بكل الاحوال نبلش بمميه بعد انقطاع الطمس، يفضل ناخذ ميني اسبرين عيار 81 لانه مثل ما حكينا الاستروجين كان يحمي من الامراض القلبيه الوعائيه. فلما بدنا نعطي استروجين بدنا كمان نكون دارسين انه ما عندي سرطان سدي بالعائله، ما عندي سرطان باطن الرحم بالعائله، لانه هدول الخطورات كلها بتزيد. هلا في معيضات استروجينيه لها تاثيرات جانبيه كثير خفيفه، فنحن ممكن نعتمد عليها، يعني مو الاستروجين الاساسي اللي موجود بحبوب مانع الحمل لانه هذا له تاثير كثير على الامراض القلبيه. ففي جرعات معينه وهيك، بس انه يعني نادرا ما نوصل لحاجه إعادة استروجين، يعني غالبا بخلاصة زهرة الربيع بتعطي نتائج كثير إيجابية، منوم خفيف، دشات باردة، رياضة، يعني شغلات طبيعية ممكن شغلات طبيعية. طيب دكتورة حضرتك عم تحكي عم تقولي إنه آخر شيء بنلجأ له هو الاستروجين، ليش دائما بيكون في خوف من هذا الهرمون بالذات حتى إنه هو ولو كان علاج، وقد إيه بتكونوا حريصين لما بتكون توصفوا جرعة منه، قد إيه في له تأثيرات ممكن تكون سلبية
برغم من انه حاجته موجوده بنسبه معينه بجسم المراه، ولكن في خطوره كثير بالتعامل معه. تماما. هلا لانه مثل ما حكينا هو بيزيد ثلاث شغلات: خطوره الامراض القلبيه الوعائيه، الجلطات المفاجئه، وسرطان الثدي وسرطان باطن الرحم. انا لما بدي اعطي استروجين بدي يزيد من نمو بطانه الرحم، وانا بالمقابل ما عندي بروجستيرون يعاكسه، فهيدي السمكه بطانه الرحم ممكن تتحول لبطانه رحم، كمان بيزيد من خطوره سرطان الثدي. فهدول الشغلات يعني كثير بنكون حذرين فيها. بس هو موجود بموانع الحمل اللي بتنعطى لصبايا احيانا بعمر صغير اذا عندهم مثل كيسات المبيض وغيرها، هل له نفس التاثير السلبي؟ بهيدي الفتره بتكون التاثير اخف. هي اول شغله. الشغله الثانيه بحبوب مانع الحمل، حتى انا اذا عندي قصه عائليه لسرطان وثدي او ممنوع تاخده. احنا قلنا بيزيد خطوره الاصابه بس انه لا يسبب. بس انا اذا عندي قصه عائليه وفي عندي خطوره اكبر للمراه انها تنصاب بهذا الموضوع حتى خلال سن النشاط التناسلي، ممنوع يمنع حبوب منع الحمل اللي فيها تركيب استروجيني. طيب اليوم قديش الهرمونات بتتحكم بشكل وجسم المراه؟ يعني بنلاقي كثير دهون بالبطن بالارداف بالجسم ككامل، شو في نعمل حميه كرمال هذا الموضوع؟ هلا نحن خلينا نقول اكثر شيء، يعني هلا هي الهرمونات بحد ذاتها الاستروجين والبروجستيرون ما بياثروا على شكل الجسم ك ك في حال كان في توضع شحمي او كذا، فبس انه ايه اذا كان عندي مبيض متعدد الكيسات وعندي تستوستيرون زياده هو اللي بياثر على هذا التغير بشكل الجسم، وتوضع الشحوم باماكن مانا نظاميه. صحيح. فبيعطي الشكل اللي مانو نظامي للجسم، خصوصا توضع الشحوم بمنطقه البطن. هلا اكيد ممارسه الرياضه كثير لها دور بهذا الموضوع، يعني بتوزع الشحوم اكثر من انه الهرمونات، يعني انه هي بدها تساعد هذا الموضوع. هي الدور الاساسي فيها خصوصا مثل ما حكينا الاستروجين هو بفتره البلوغ، انه نمو الاسداء، ظهور الاشعار، الشكل، تغير عظام الحوض مشان بعدين الانجاب، هيدي بتثبت يعني من اول البلوغ اخذت هذا الشكل بالبلوغ خلص. بس بعدين تراكم الشحوم له علاقه بحياتنا، بغذائنا، برياضتنا. صحيح. صحيح. اذا في عندي زياده تستوستيرون بالمبيض متعدد الكيسات، فيما عدا ذلك لا. دكتوره بالفتره الاخيره صار في كثير دراسات على موضوع السكر بالذات، ويمكن اختلف كثير العلماء بهذا الموضوع. في دراسات انعملت عن انه السكر كان معروف انه هو ممكن يؤذي وينمي الخلايا السرطانيه، في دراسات دحضت هذا الموضوع، ولكن المتفق عليه بما يخص الامور النسائيه انه السكر ممكن يزيد موضوع العلاج سوءا بما يخص الكيسات المبيض وغيرها، فلازم الابتعاد. شو بتشوفي اكثر شيء هو ممكن يؤذي السيده بنوعيه الغذاء؟ لانك كثير كنت عم تركزي على هذا الموضوع من بدايه حديثنا. تماما. يعني هلا بنرجع بنحكي انه اكثر النساء عرضه للاصابه بالسكري هن المريضات البي سي او، المبيض متعدد الكيسات، فهن فعلا نحن بننبههم انه بدهم ينتبهوا كثير منيح لانه هن اكثر خطوره للاصابه بالسكري. فهدول من طول حياتهم بدهم يضلوا ينتبهوا على نظامهم الغذائي، على الكربوهيدرات اكيد، لا اكيد التدخين لا، لازم نمارس الرياضه بشكل منتظم. اكثر شيء الوجبات السريعه يعني واللي هي معتمده للاسف هلا كثير واللي كثير هي مضره بهذا الموضوع واللي بتزيد من خطوره السكري، حلويات، فهاد كثير لازم يكونوا حذرين، خصوصا اذا في عندهم قصه عائليه مع بي سي او، فكتير كتير بدهم يكونوا حذرين طول حياتهم لأنهم كتير مؤهبين للسكري. يعني فالأهم شيء الكربوهيدرات، الوجبات السريعة، نبعد عن التدخين، نمارس الرياضة، شوية شوكولا معلش بتحسن المزاج. شوكولا دارك. يعني يمكن حكينا عن أكثر نوع من الهرمونات، خلينا نعرف شوي عن هرمون الذكورة عند السيدة في حال صار في أي خلل أو اضطراب. هلا حكينا انه هو التستوستيرون. هلا اذا ما في اورام مفرزه، نحن عم نحكي بشكل طبيعي، نحن في شويه هرمون تستوستيرون اكيد له علاقه بالرغبه الجنسيه عند المراه، بحسنها له علاقه بنشاطها ماشي الحال. فبس بالاخير انه اذا انفرز بجرعات اكبر مثل حاله البي سي او، او اذا كان في عندي اورام مفرزه او من غده الكظر، لانه هو كمان بينفرز من غده الكظر، فانه ممكن يؤدي للاعراض الذكوريه. يعني حكينا انه تساقط شعر خصوصا بمقدمه الراس، صلع، زياده الوزن بمنطقه البطن، اضطراب بالدورة التنسية، ظهور الشعرانية بالمناطق اللي مانا اعتيادية عند المرأة، فبتظهر العلامات الذكرية، خشونة بالصوت، يعني فبصير عندي هيدي التغيرات اللي دكتورة قبل ما نختم حديثنا اليوم هيك أخذنا لمحة مهمة جدا عن موضوع الهرمونات واضطرابها. كل قد ايه لازم الصبية أو السيدة تراجع العيادة ونبطل نقول إنه
عيب ما بصير وما بعرف شو، لازم يكون في مشكله لحتى نروح. لا، كل قد ايه لازم يكون الكشف الطبيعي؟ المفروض كل 6 أشهر، بالكثير كل سنه. يعني اي امراه، قولي خصوصا كمان بعد حتى لو ما عم بتعاني من اي اضطرابات، حتى لو ما عم بتعاني من اي اضطرابات، كثير حالات بتفوت لعنا على العيادات وبنكتشف كيسات فجائية يعني ممكن تكون احيانا كيسات غير قابله حتى للعلاج الدوائي، ممكن للأسف. ما تعطي اضطراب طمسي لحتى مثلا تكون وصلت لمراحل متقدمه. امراض المبيض وسرطانات المبيض بنشوفها باعمار صغيره بال 18 وبال 20 سنه، وبنشوفها بالاعمار الكبيره. مو عيب بنوته مو متزوجه انه والله راجعت، وانه هي بهذا الاعمار خصوصا اول فتره البلوغ اي اضطراب او حتى بدون اضطرابات، كل 6 أشهر او كل سنه نحن نعمل ايكو مره، نعمل فحص دوري، يعني مو بس الايكو، يعني وقت الطبيب بيتوجه اذا بده يعمل تحاليل هرمونيه معينه. يعني حصرا لازم كل 6 شهور نساوي تحاليل؟ شو تحاليل؟ انا عم اقول انه بتعمل فحص دوري وبعدين الطبيب بيوجهها اذا في تحاليل هي لازم تعملها او لا. في تحاليل معينه ولا ما؟ لا، بشكل عام اذا ما عندي اضطرابات واضحه لا. تمام. طب بالختام دكتورة بدنا نتشكر وجودك معنا، وشكرا على كل النصائح اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا، يخلي لي اياكم. شكرا كثير لك دكتورة. اهلا وسهلا.